أكيد كلنا سمعنا عن مثلث برمودا والقصص الكتيرة اللي يعني اتقالت عن اللغز أو الهالة اللي كانت موجودة حوالين هذا المثلث تحديدا، اللي حصل فيه حوادث كتير. كان بيتقال إن أي سفن بتعدي في المنطقة دي أو أي طيارات بتختفي وما بتظهرش ليها أي أثر أبدا، لكن في عالم، العالم ده أسترالي الجنسية، كان ليه رأي في القصة دي وقال إن في تفسير علمي لأي حاجة بتحصل في مثلث برمودا. خلونا نعرف إيه هي القصة دي. لسه قصة مثلث برمودا مفتوحة لحد دلوقتي ومحدش عارف يوصل لحل اللغز اللي حير العالم كله. هل هي حقيقة ولا خيال؟ هل القصص اللي كنا بنسمعها عنها حصلت فعلاً ولا كلها أساطير مش مبنية على حقائق مؤكدة؟ أغلبنا عارف إن مثلث برمودا موجود ما بين مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية وبورتوريكو وجزر برمودا، وبيتقال إن في طيارات وسفن اختفت خلال السنين اللي فاتت في المنطقة دي وما ظهرش ليها أي أثر. علشان كده في عالم أسترالي في جامعة سيدني قدر يحل لغز مثلث برمودا، واللي قال إن الظواهر الخارقة للطبيعة مستحيل تكون هي السبب في اللي كنا بنسمعه عنه، وممكن تكون الطيارات والسفن اللي اختفت على مدار السنين اللي فاتت بسبب سوء الأحوال الجوية والأخطاء البشرية. العالم ده تحليله أو اكتشافه مبني على إن مثلث برمودا كان عبارة عن بقعة مزدحمة وحركة المرور فيها مليانة لحد كبير، وإن حالات الاختفاء اللي حصلت هناك بتعتبر أمر طبيعي ومتوقع، خصوصاً إن مثلث برمودا قريب من خط الاستواء ومن بقعة ثرية في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثلاً حادثة الرحلة 19 اللي بتعتبر من أشهر حالات الاختفاء في المثلث. الرحلة دي كانت مكونة من 5 طيارات قاذفات توربيد تابعة للبحرية الأمريكية، طارت من ولاية فلوريدا يوم 5 ديسمبر عام 1945، وكان عليهم 14 واحد من أفراد الطاقم، وكان هدفهم تدريب روتيني مدته 2 ساعة، لكن القاعدة فقدت الاتصال بالطيارات ومحدش عرف يوصل لهم. طبعاً محللين كتير خرجوا أكدوا عن اختفاء غريب، لكن الباحث الأسترالي كان له رأي تاني، وقال إن اختفاء الرحلة 19 كان بسبب مجموعة من الأمواج طولها 15 متر ضربت المحيط الأطلسي في اليوم ده. وقال كمان إن ممكن يكون قائد سرب الطائرات ارتكب خطأ كبير لأنه كان مصر يمشي بالرحلة في اتجاه الشرق، وهنا نصح واحد من الطيارين اللي كانوا معاه بإنه ما يمشيش في الاتجاه ده، لكنه في الآخر أصر على رأيه وقرر يمشي في اتجاه المحيط الأطلسي، وكانت النتيجة اختفاء كل الطيارات.